السلام عليكم، يعطيكم العافية وشكرا حق كل اللي دزوا لي سرعة الداونلود الداونلود أبلود القوية. طبعا هذه سرعة عادية، طبعا قاعد أتكلم عن سرعة كندا. كندا نفس أمريكا، 1 جيج الفايبر عندهم، 1 جيج داونلود 1 جيج أبلود. فاللي أنت شفته 800، ف 800 يا تكون من المشكلة عنده من راوتره، أو تلاقي إنه ماخذ سرعة 800 ولا شركة ال 1 جيج عادي، يعني ما عادي عندهم. زين، حتى إن لا تقول السرعة، انا قلت لكم بعد انا بكندا موجود، صار عندي نفس الشيء. زي عندي 1 جيج داونلود 1 جيج ابلود، بس شنو بالجيم البنج بنج نفس ما هو وريتكم اياهم. بعد كان 35 لما يشبك مع شغل وسط يعطي 190 100 وشي، وسبب انه بعد المسافه ما في روتات نفس الاوادم بين الكويت او الخليج وامريكا وكندا وشغلات هذه. ف عادي يا جماعه، ادري ودنا نشوفها بالكويت، مش ودنا نشوف سرعة هذا، خصوصا بالأوضاع اللي قاعد تصير حاليا. عتبي كله على الوزارة، عتبي على مجلس الأمة، اللي احنا توقعنا انه يكون مجلس وايد ممكن يسوي لنا شغلات. احنا الكل صوت له، الكل كان صوت بقلب جامد على قولته عشان يسوي شيء، لكن شكلهم له سوالف ثانية، لا شوارع صارت ولا أي شيء ثاني صار. نتأمل منهم خير، يعطيهم العافية، قاعد يتعبون على قولت ما نعرف شنو قاعد يصير خلف الكواليس. ان شاء الله كلها امور خير وبركه ان شاء الله، والايام جايه وان شاء الله بالكويت نشوف سرعه 1 جيج. على فكره احنا بالكويت قاعد نفكر نبي 1 جيج، امريكا هالسنه طلعت قانون بيسوي 5 جيج فايبر، لان ال 5 جي قاعد يغطي عليهم. ف احنا نبي ال 1 جيج، والناس قاعد تروحون حق ال 5 جيج وسرعات الاعلى. ان شاء الله عاد احنا ندش على طول على ال 5 جيج، يا رب وما نقول لا، ان شاء الله نوصل 5 جيج على طول ان شاء الله.